مجموعة الأسئلة دي خليني أرحب بدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. دكتور سمير مساء الخير يا فندم. أهلا مساء الخير مدام عزل حضرتك وكل السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بحضرتك. أهلا. نهاردة المشهد الحقيقة يعني أنا بعيده أهو أمام السادة المشاهدين حاجة عظيمة لمصر يعني كالعادة. آه طبعا هو نقول فخر للعسكرية المصرية إن مصر تعمل نقول هذا المعرض. أو أرد على السؤال الأولاني، إحنا ليه تأخرنا لحد دلوقتي ومصر ما عملتش قبل كده معرض؟ نقول لحضرتك إن الصناعات العسكرية المصرية بدأها الرئيس عبد الناصر في الخمسينات. أيوه. وكانت ماشية كويس جدا وعمل مجموعة كبيرة من المصانع. جت حرب 67 توقف تطوير هذه المصانع تماما وفضلت، لأن إحنا كان كل هدفنا نجيب سلاح جديد مش هنصنع. فجبنا سلاح من روسيا عشان نعوض ما فقدناه في 67. من 67 لكام يا فندم؟ لا، من 67 لكام توقف؟ لا، فترت لحد يمكن السبعينات. وفي السبعينات كنا خدنا المصنع بتاع الدبابه الام 1 اي 1 الامريكاني. وحصل شويه تقدم بسيط ولكن ما كانش هو اللي يسمح ان احنا نطلع انتاج. حقيقي لما السيد الرئيس السيسي جه وتولى القياده عمل حاجتين. اول حاجه تنويع مصادر السلاح، لان احنا قعدنا 45 سنه بناخد السلاح الامريكي وده ما كانش مظبوط. لازم السلاح اللي يجي لنا بناء على احتياجاتنا والمهام الاستراتيجيه للقوات المسلحه. الحاجه الثانيه بدا يطور المصانع الحربيه، لانك لازم تعتمد على نفسك يا مدام عزه. ايوه. معقول تخش حرب والذخيره بتاعتك تخلص وتقولي للامريكان ادوني ونستنى؟ ادوني. صحيح. فجاء قرار الرئيس السيسي بتطوير المصانع الحربيه. وكان اللي هو العطار الله يرحمه موجود. الله يرحمه. عمل جهد. الله يرحمه. عمل جهد رهيب جدا. وطور هذه المصانع من بيلاروسيا. يعني الفضل ل طبعا الفضل لسياده اللواء العطار. وعشان كده بعد وفاته سياده الرئيس كرمه ورقاله رتبه الفريق. ايوه. من هنا بقى عندنا صناعه عسكريه جديده. وبدينا بقى نجيب يعني النوها. ما كانش عندنا يا دكتور سمير ما يستحق ان احنا نعمل معرض. انت قلتي المصطلح، ما كانش عندنا ما يستحق ان انا اعمل معرض عسكري واجيب العالم كله يتفرج. يتفرج وبيع. ابيع. النهارده صحيح. المعرض ده انا عايز ابيع وعايز استغل امكانياتي. ايوه. فبالتالي عملنا الصناعات العسكريه الجديده. بقى عندنا مصانع الحربيه بتاعت وزاره الدفاع. بقى عندنا الهيئه العربيه للتصنيع. بقى عندنا مركز البصريات. بقى عندنا الترسانه البحريه بتاعت اسكندريه اللي قلبناها من ترسانه مدنيه الى انها بتطلع مدني وعسكري الفرقاطات النهارده. من هنا بقى عندنا منتج جديد. عملنا بقى عندنا صناعه. عندنا صناعه في هذا المجال. عندنا صناعة. بالظبط. اول فايده انك انت في تعريض المنتجات بتاعتك، انك عندك منتجات هايله النهارده وعايزه تسوقيها. منتجات دي منتجات دي يا دكتور سمير منتجات على المستوى العالمي. بنتكلم المستوى العالمي. خلاص احنا خدنا النو هاو من الدول الاخرى. وبعدين انت عملت البنيه الاساسيه اللي عملها اللي هو العصار. وبعدين عندك خبره اكتوبر دي كبيره يا مدام عزه. انك انت السلاح اللي خدتيه بتصوريه لخبره اكتوبر. احنا في قبل 73 المهندسين الطيران طوروا الميج 21 وزودوا المدى اللي هي روسي. احنا زودناها. فعشان كده انت النهارده بتسوقي السلاح الجديد بتاعك. حاجه ثانيه، بتعرفي ايه اللي بيحصل في العالم. ايوه. النهارده انت عندك 400 شركه، كل الشركات جايه تعرض، بتعرفي ايه اللي في الطيران جديد وايه في المدفعيه وايه كل العالم بيعرض عليك. يعني فكره ال 400 عارض او ال 400 شركه يا دكتور سمير. ده معناه انه الشركات دي ما كانتش هتيجي تعرض الا لما بالظبط الا لو انت عرفتيها في مستوى. وبعدين احنا طبعا عندنا في مصر وحدات البحوث عشان بتدرس. كنت هتسفري، احنا بنسفر في كل معرض من المعارض 15 ضباط. النهارده انت عندك كل ضباط البحوث بيتفرجوا. من بكره الصبح هتلاقي طلبه الكليات العسكريه الضباط الصغيرين بيتفرجوا. أيوة. على ايه الجديد اللي موجود في العالم. دي ميزه لا تتخيليها مدام عزه. ان الضباط بيطلعوا على احلى حاجه موجوده في الدنيا. الحاجه الثانيه، المصانع الحربيه اللي موجوده، الناس هيطلعوا بكره يشوفوا نظائرهم الناحيه الثانيه ايه. يعني مثلا مصنع قادر اللي بيطلع
العربيات المدرعه، هيطلع يشوف اللي بينافسنا مثلا جنوب افريقيا عامله عربيات مدرعه بتنافسنا في العالم، هيطلعوا يشوفوا هم عندهم ايه وايه الميزه اللي بيتميزوا عننا وياخدوها يحطوها عندنا. انت واخده بالك؟ ايوه. الحاجه الثانيه ان احنا المصانع دي طبعا بتبقى بتقدم احلى ما عندها، بتقدم التكنولوجيا الجديده في العالم. فالنهارده لما يبقى انت جاي لك بكره 40 وزير دفاع او 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 رئيس اركان ويشوف العظمه بتاعه العسكريه بتاعتك. أيوه. تمام. الحاجه الثانيه انت عارفه جلوبال فاير كل سنه بتقيم القوى العسكريه في العالم. احد المصادر تقييم القوى العسكريه عشان احنا بناخد موقع متقدم التصنيع الحربي بتاعك. فالنهارده هتيجي تقيم وتشوف انت مصنعها ايه. بتهيألي ده هيفرق معانا جامد بقى المره دي يا دكتور سمير. طبعا بالتقييم. الحاجه الثانيه النهارده انا كنت سعيد جدا، انا كنت طبعا عارف بس ما اقدرش اقول ان مصر لاول مره عرضت تصنيع الطياره المسيره بدون طيار. ودي النهارده الترند الجديد في العالم. طبعا طبعا